هنعمل مع بعض زي ما قلنا رز بالكبد والكلاوي، مقاديره سهلة جدا جدا، اكتر من المقادير اهمية هي طريقة التحضير، تكنيك الشغل وخطوات الشغل عشان يطلع لكم الجمال اللي ده غير جايبه ده وعمال يعكسه كده زي ما انتم شايفين. اطباق شهية جدا، الرز شارب من الصوص الحلو اللي هنعمله بالكبد والكلاوي، ومديني لون بني حلو قوي بالمية الجميلة اللي هنعملها اللي هتديني اللون الرز الجميل ده منه فيه كده زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى مع بعض نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. زي ما قلت لكم هي المقادير بسيطة جدا، عندي كبدة وكلاوي اي وزن عندك، لو عندك ربع كيلو وربع كيلو زي الفل، يعملك اكلة حلوة قوي ان شاء الله. ملح وفلفل اسود، هنشتغل بالزيت، ممكن تزودي معلقه زبده وممكن تشتغلي بالزيت بس زي ما انا هشتغل. بعد كده معلقتين سكر هنكرملهم عشان ناخد لون حلو للميه اللي هنسقي بيها الرز. ايه تاني عندنا؟ عندنا كمان عودين قرفه لو موجود عندك، ما عندكيش ممكن تحطي قرفه بودر، مكعب مرق عشان يطعم لي الميه الحلوه بتاعه الرز، شويه زبيب نقعاهم في ميه عشان ينزلوا التسكيره الزياده اللي فيهم، وفص ثوم صغير. وبعد كده دي خلطه يعني دي مفرومه كده عباره عن ثوم وفلفل رومي احمر واخضر، بتدي كده نكهه حلوه قوي وطعم حلو، عامله زي الهريسه، لو عندك هريسه خدي نص معلقه صغيره برده هتبقى حلوه قوي. بس يا ستي دي المقادير بتاعتنا، مفيش اكتر من كده، سهله وبسيطه جدا جدا.